ينضم إلينا من عمان محلل أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية، حالة من التراجع وتسجيل أول تراجع أسبوعي للدولار في ظل حالة من الارتفاعات استمرت لمدار 3 أسابيع متتالية، كيف تصف أداء الدولار وما هي التوقعات للأجندة الاقتصادية لهذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل بدأنا هذا الأسبوع مع تراجع ملموس في الدولار الأمريكي بعد موجات ارتفاع حصلت خلال الفترة الماضية، وجاء تراجع الدولار الأمريكي مع قيام عدة بنوك مركزية برفع الفائدة خلال الفترة الماضية، والتي شملت رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة ب 75 نقطة أساس، الاحتياطي الأسترالي 50 نقطة أساس، وكذلك بنك كندا المركزي ب 75 نقطة أساس وغيرها من البنوك. هذا الأسبوع نحن في انتظار بيانات غاية في الأهمية تشمل يوم غد الثلاثاء بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، والتي من المتوقع لها أن تظهر انخفاض معدل التضخم من 8.5% إلى 8.1%، بل ربما إلى أقل من ذلك. ورغم أن التوقعات ما زالت تشير لاحتمالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ب 75 نقطة أساس، لكن في نفس الوقت بيانات التضخم وتوقعاتها ضغطت على الدولار الأمريكي الذي يشهد تراجع ملموس هذا اليوم مقابل سلة من العملات. يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار بأن الارتفاع الذي تشهده العديد من أسواق الأسهم منها أسواق الأسهم الأسيوية هذا اليوم يضر بالدولار الأمريكي، فالمتداولون حاليا يتوجهون للبحث عن أصول مرتفعة العائد مما ضغط على الدولار مقابل سلة العملات. نعم، إذن يعني بعض التحليلات في الأسواق تقول بأن الدولار وصل لأعلى قمة تاريخية في ظل حالة التوقع أيضا لقرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب، هل فعلا الدولار سيبقى حتى نهاية هذا العام في حالة من جني الأرباح عند هذه المستويات كما هو متوقع؟ باعتقادي الدولار الأمريكي ما يزال ضمن اتجاه صاعد. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة على الأرجح 75 نقطة أساس، حتى لو انخفض التضخم فهذا لا يعني وصول التضخم إلى المستويات المريحة التي يريدها الفيدرالي الأمريكي عند 2%. بالتالي رفع فائدة هذا الشهر ب 75 نقطة أساس قد يتبعه أيضا رفع الفائدة خلال شهر تشرين الثاني وكذلك كانون الأول المقبلان. بالتالي ما زلت أعتقد بأن الدولار الأمريكي قوي وقد يتمسك أيضا في مكاسبه خلال الفترة المقبلة، لكن على المدى القصير بالفعل أتوقع تراجع للدولار الأمريكي، وهنالك العديد من الأسباب التي تدفعني لهذا الاعتقاد، منها تغير توقعات البنك الوطني السويسري، تغير توقعات المركز الأوروبي، مما قد يدخل الدولار في تصحيحات هابطة قبل أن يعود للاتجاه الصاعد الإجمالي. نعم، في ظل هذه التوقعات تحديدا من المركز الأوروبي، هل سنجد اليورو أيضا يواصل حالة من الارتفاع ويستفيد من حالة التراجع لمؤشر الدولار وتحديدا بعد قرار رفع أسعار الفائدة هناك ب 75 نقطة أساس؟ فعلا اليورو أتوقع أن يشهد تصحيحات صاعدة. هذه الفترة بدأ اليورو ارتفاع، خصوصا وأن رفع الفائدة في البنك المركزي الأوروبي رافقه كذلك سياسة وتوجه للإشارة إلى أن المركز الأوروبي سيستمر برفع الفائدة. لهجة البنك المركزي الأوروبي اختلفت بعدما وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 9%، وهذا أجبر البنك المركزي الأوروبي للإشارة بأنه سيتوجه لخفض معدلات التضخم من خلال الاستمرار برفع معدلات الفائدة. بالتالي قد يستمر اليورو بارتفاعه أمام الدولار الأمريكي على مدى عدة أسابيع، لكن مرة أخرى على المدى الأبعد حتى لو رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة فأسعار الفائدة نهاية هذه السنة في البنك المركزي الأوروبي قد تبقى ما دون أسعار الفائدة بالاحتياط الفيدرالي، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن ارتفاع اليورو هو فقط إعادة تسعير وتصحيحات صاعدة قبل عودة الاتجاهات الإجمالية الهابطة. نعم سركيس، يعني في ظل هذه الفروقات بأسعار الفائدة بين البنوك المركزية كيف تصف أداء تحديدا يعني العملات السلعية؟ هل تتوقع أن تستمر في حالة التذبذب في ظل هذه الظروف؟ الآن بالنسبة للعملات السلعية مثل الدولار الكندي، الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي هي أيضا عملات مرتبطة بالنمو الاقتصادي. لكن هنالك ملاحظة مهمة بأن البنوك المركزية التابعة لها هذه العملات تتوجه بالفعل برفع الفائدة، حتى أن الاحتياطي الأسترالي قام برفع الفائدة 50 نقطة أساس مؤخرا،
وربما ستستمر هذه البنوك المركزية في كندا واستراليا ونيوزيلندا برفع الفائدة، مما قد يمنع هذه العملات فرصة للارتفاع مقابل الدولار الأمريكي. لكن يجب أن نأخذ أيضا بعين الاعتبار أن أسواق الأسهم ثقة المستثمرين مؤثر أساسي أيضا في هذه العملات، رغم أنها تستفيد من ارتفاع أسعار السلع وتتضرر عندما تنخفض أسعار السلع مثل النفط، لكن في نفس الوقت تتأثر أيضا في الثقة في الأسواق المالية. فإذا بقيت الأسواق المالية، أقصد هنا أسواق الأسهم، في اتجاهات الصعد فقد يكون أمامها فرصة لتمديد مكاسبها، لكن على المدى الأبعد مرة أخرى حتى هذه اللحظة ما زال الدولار الأمريكي قوي وقد يبقى قوي ما لم تحصل تغيرات جذرية تغير الاتجاه الصاعد الإجمالي للدولار الأمريكي أمام نظرائه مثل الدولار الكندي الأسترالي والنيوزيلندي. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.